السلام عليكم. دلوقتي عايزين نشوف ازاي نجرب شات جي بي تي 4. في موقع اسمه جو بيديك ان انت تجرب حاجات كتير قوي زي سيج، زي جي بي تي 4، جي بي تي 3، كلاودو بلس، زي دراج اون فلاي. كل حاجه تقدر ان انت تجربها من هنا. تمام، تبدا ان انت تساله وليكن ما مزايا شات جي بي تي 4. تمام، فيبدأ ان هو يعرفه ويبدأ ان هو يجاوب على السؤال. فهو بيقول لك ان هو بيتميز بقدرات متنوعة وبيستوعب مجموعة متنوعة من الحاجات اللغوية زي الكتابة الإبداعية واستجابة الأسئلة أكتر، وفي معرفة أكتر، وفهم السياق أكتر، وقدرة على التعلم والتحسين، ودعم متعدد للغات. طيب، غير كده ممكن نشغل مايكروسوفت إيدج. هو اصلا كده موجود في الويندوز، بتلاقي هنا الشات موجود وتقدر ان انت تساله اي سؤال. وممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف بينج. بينج برضو بقى بيعتمد على الشات جي بي تي 4. نقول له هات لي بينج اهوت، فيبدا يفتحه لك بحيث هتلاقي الاسئله هيت. طيب، هتقول له شات وتقدر تسأله ويبدأ يجيب لك الإجابة على طول. طيب، نرجع بقى نشوف ان انت ممكن تسطب بينج على جوجل بلاي، وتقدر برضو تسطبه على الايفون، فيبقى عندك القدرة ان انت بتتكلم مع شات جي بي تي 4. هو طبعا اقوى بكتير من شات جي بي تي 3، فتقدر تساله وتشوف الفرق بينه وبين ال 3، وتشوف التعديلات وتحذر من اللي جاي ان شاء الله.